بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. إلى بس محل علينا صوف جي درسي يعني حويد سننا ربك سبحانه وتعالى إكمالك أنه نواف جي إكفائد إيسك. قال الناظم رحمه الله رحمة واسعة: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. أقسام لازم، لازم كأقسام تيسا أما غيبهيسا لديهم قرادة أكتو ذنا أو أقسام أما أقيب سمو أربعة وأفر. أقسام لازم، لازم ك متك لازم كأقسام تيسا لديهم لدى القراء قرادة أكتو ذا أربعة أفر وي. وتلك تاسعا صوشيغن أربعة كلمي كان كوبا دوحاوي ومد كلمي، مد لازم كلمي بلده، إيو حرفي مد لازم حرفي، ومعه مع المد أهذي مدك كلمة أها. كلاهما متكستا أو لبضو ذاك ميد أهنا مخفف مدل فذيي إيا مثقل، ومثقل مدل عسلي أي أغيب سمايا. فهذه تنصو شاقني وكلمي جن أغيب سمي مثقل إي مخفف، حرف جن أغيب سمي مثقل إي مخفف أربعة وأفر. أفر تاسو من الأقسام، أقسام تلسو شيء كمدة أفر تاسو تفصلوا لك لقدونا. إمام كحولية هي إله سبحانه وتعالى ونحرزته متك لازم كأمر كان كسوا بحني أقسام تو غيب سمو وأفر أيولية هي أفر تاسنا وحيسو قد قل أيان لبا تسمع الرئيسين قيبتك وبعد وحاوي ومد كلمي، كان لبادنا وحوي ومد حرفي. لبادي بامد كستبحوك كوما يا لبقي بودوا مثقل مخفف مرك اللبها دي لبال غلوف تأفر بين قنايان أما أفر دي لصور ورين لبا يا لوك لغيبين كرا أفر تاسي سوي مانا يان أفر توحيين وعلا كلا إقدونا بلي. أقسام لازم من متك لازم كأقسام تيز لديهم قرادة أكتوذ أربعة وأفر. وتلك تاسع أربعة أهنا كلمي مت كلم نما لو نسبي وأري كلمة يعني منصوب إلى كلمة، إيو حرفي مت حرف حرف نما لو نسبي ومعه مع الكلمية هذا في الحكم. كلاهما لبدو ذبا وكلمة حرفك مخفف مدل فذي وليه ومثقل مدل عسلي. فهذه أقسام تأنصو شكنا أربعة وأفر تفصل لك لديك دونا. كان كوبات أيها هل كان قبل وانا يا مرك قبل ويا تفصيل كيس. قال رحمه الله: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمة وقع. فإن اجتمع هل كأي لبو ذي أصوم إن وإذا الشرطيتان لا تتصلان بالأسماء كلمة ومركبة اسم صدر هذا لمحر سنيس. فإن اجتمع هدئ لكلما سكون سكون مع حرف مد حرف مدد معيسى هذه بكلمة في كلمة كلمة قدهد فهو كاسي مدك أيالو لجداء وحوي وكلمي مد لازم كلمي أو وقع بمعنى حصل دعي. فإن اجتمع هدئ لكلما سكون سكون مع حرف مد حرف مد معيسى هذه بكلمة في كلمة كلمة قدهد
فهو أي فالمد مدك هو مدك كلمي ومد أرينما لو نسبه أو وقع بمعنى حصل دعي شيخ حولي أي سكون أي حرف مد كلمة قديدة دي وذا قلان مدك وحنقنا يا مد لازم كلمي سيدا استعرفتك ودقا ذو لي حاكم على سبيل المثال الصخة بكم الطامة بكم دابة بكم إي أريل مدى أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا أو أمسي وجدا وحاله لي وألف التثنية سكونك إيا متك باله لي في ثلاثي الحروف سدى حرف لي لحديث أيا لي هلي والمد حرف مدات كان حال وسطه كان لحياء أهدي فالمد متك حرفي ومد حرف نمال لو نسبه متك سوبدا بمعنى ظهر مغضي أو أمس وجدا سكونك إمتك وحال لغه لي في ثلاثي الحروف أريس دا حرف لا دحديث والمد متكن حالد أهان ووسطه كان دحي يأوي حرف مد فالمد متك حرفي أما فهو متك حرفي ومد حرف نمال وآني متك سوبدا بمعنى ظهر مغضي يا أنا غرسونين حولي هاي سكونك إيه ديمان تحرف متك أي قلام إري سدى حرف لا قده سدى حدا حرف وكوضا لحنا ويا حرف مت متك وحو نغنى يا مد لازم حرفي بدا بمعنى ظهر بين نغنى سوى إتمام البين على سبيل المثال صاد سورة صاد ميم وصورة بضن حروف مقطع هذا أول كذا قلي سكجر قاسيم ميم أما ألف لام ميم إيه حميم أوكالي ميم الحواميم السبعة تدوى سورة ذات أو إسحكتو حميم لغو بلاو ذا جرت لح سورة ذات أو إسحكتو ألف لام لغو بلاو ذين ويجرتا إذا وحك راعيك لدوين ألف لام راء سورة يونس إلى سورة النحل لغسو قارة رعدك لي أيوه الله سعودا ميم انت كالألف لام روا فرك نون قوف وحسو دنبا الله ميدا فرك هذا نون مرك اللي روا سد حرف وكان دحي أوي حرف مد متك كجر وحالي مد لازم حرفي سدا يا لدي كلاهما مثقل إن ندغم مخفف كل إذا لم يدغم كلاهما لبذي مد كودي لازم كأها يكي حرفي كأهابا وثقال مدلع سلي أيو أهذي إن أدغيما هدي لا إدغام إدغام إيش هدو سوقلا حال له مد لازم كلمي مثقل أما حرفي مثقل بالله مخفف ومدل فذي كل مدكستو من اللازم الكلمي أو الحرفي مدك لازم كحرفي أما كلمي كأها إذا لم يدغم هدي أن لا إدغام من ساسور الكلام ألفتا من حيث الجملة لو ذم لا تكجر ثمرك وأيد لا أما مدهر كلاهما وحلو علنا يا كلمة يحرفي كلاهما لو ذم مد كلمة يحرفي مثقل ومدلع سلي ندغم هدي لا إدغام مد لازم كلمي مثقل أما حرفي مثقل بالدي مخفف ومدلع فذي كل مدكست ولا وذك مدة إذا لم يدغم هديئا لا إدغام محاكم إذا تسألوين كيس مرك ألف لام ميم ومدغم كي أي نغنى يا مرك طاسيم ميم الحاصل طاسين ميم حاخرنا يا إظهار سيد حمزة أكبر وطاسين عند الميم فازت اتخذتم طاسين ميم أكبر وآخرين آية لكن قل هذا كله سوهر تويسكو إدغام آية ياسين أما يي أو الأخري إمالة لفظة واجرتا
يمد واحد متك أم واحد أنا جنا خسية نون مخفف كبون نغنا يا مر شيخ مولى واحد يكرت هذا مر فقار سورة آل عمران أول كذا وصل هذه الأخرية باعتبار وصل حرف المقطعة مع في الكلمة التي بعدها وحاسو قلاي هذا اعتداد بالعارض أو الأصل عارض هذه الأخرية أو ما الله الأخرية ألف لام ميم الله سأقول لي نقول سورة أحسب لكن أول كذا ورش كليه خاص وتهي لو أسمع لو ذا التنبيه يا أرجع وحي نقول نيسا اسكو سو دودو هادو حرف كا إذا غام ماشي سوق على كلمة إيوه كي محاو كده هذا حرف أهاب وحو نقول يا تشديد كا وحو كان سنة يا تثقيل كا قد ألنا إن لي هذا مثقل مثقل إن لي هذا كلاهما لو دودي بحوية مثقل ومدلع سلي إن يطغم هدي لا يتغام مخفف ومدلع فوزي كل متكس ولا بدك مدى كلمة يا حرف إذا لم يطغم هدي أنا لا يتغام واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم نقل كم نقص عسل كم عسل نقص عين ذو وجهين وطول أخص شيخ حولي واللازم والمد متكي اللازم لازم كأها أما واللازم لازم كي الحرفي حرف لماذا لو أني متكي لازم كحرف كأها أول الصور صور ذا أول كودا أيها ما شبحوت الماما يا حروف المقطعة وحلو يغانا الحروف المقطعة قرآن كريم كأسقال إيا اللواتن سورة كمدة إيا الغوب العودة سورة البقرة أوه ريسة سورة النون والقلم إيا أوه سيسة حق أقسام تمركي اللي لذا هل الحرف بين غتاس إذا نون إيقاف يصاد أوكالي شن حرفها أغوبا حاء ميم عين سين قاف أوكالي أما كافها يا عين صاد أوكالي أفر بين نغتا لو سورة بلوب لو ذي سيد أوكالي سورة الرعد سورة الأعراف ميم صاد يا ميم را ألف لام ميم صاد ألف لام ميم را إلى غير ذلك سد أحد حرفها أبان ألف لام را أما ألف لام ميم لو ذا سأ أبان أما طا سي ميم لو سورة ذي كسو أرزت طبعا الشعراء والقصص طاسين كاللي عندنا نمل بين نقط حواميم تتضبي قارين الحاسد شنبا أبدا لبا لو بلاودي أفر باكو ساحة لبا صورة لو بلاودي سدح ذا أي أبدا هل كانوا حلو بلاودي لور صورة ذا صورة ذا هزمرك حروف تا لو بلاودي لبا تلما مودي لين حق معناها تفسير متفق ما لها وحيابا اجتهاد ولا شيء قوي جدا حق أحكام التجويد كان لبا ذا حونا بيقادنا أيام انت أبي حكدم يوحو كهل دون حروف تاسي أحكام تأيلا ذا من حيث التجويد غراءة واللازم لازمك الحرفي حرف لماذا لو أني أول الصور أي أهد وحروف المقطعة ولا جيدا وانحصر وحقوقكم وجوده هلتان كيسنا في ثمان سداد قدهد سداد حرف أي كدل وريقا لواتني سداد حرف السور دار أمانت الله بلاو دي سداد كما بحيث سيقان الشيء دون مر سداد محيك لين هدي عارف مرنا وكاف ميم عين إيوه لام نون قاف صاد انت سينو غنى يا المركة شيخ مركو وكالغادة سديد أيضا وكالغادة يا يجمعها وحاكو الميو ليه هاي حروف تاسي اللي صوت شيخي حروف كم عسل نقص كم ولا بحرف عسل نوحي نقنيسا سدح وشن نقص سديد حرف واللازم والمت متك اللازم لازم كاي الحرفي وحرف لماذا لو أني أول الصور أما في أول الصور سورة ذا أول كودة أيوة هذه أي الحروف المقطعة لولا جيدا وجوده كاسهرتان كيسا إن حصر وحقوق ماي في ثمان أي في ثمانية أحرف سداد حرف بمعنى جمع وحلو أروري في ثمانية أحرف تسبلين يجمعها ثمانية وحاك المية حروف كم عسل نقص وعين حرف كعين كأه من حروف المقطعة كمدى هذه سورة مثال قبل هذه سورتي مريم والشورى انت كالعينكم سواء الرنوات تغانا
سان شيخنا حوا ميم يا ألف لام ميم أمرها لا سعته كوا مفرد كأ طاسين أصدح ميلود أو مد ميم لأنا مرك عين لو دام ميلود بس هو كسوار ولا في أولي مريم والشورى لو دام ميلود كسوار ولا بس شيخ عليه ذو وجهين وامد له وجه صاحبه ما إشباع على آخرنا ست حركات مسمح على آخرنا أربع حركات والطول إلا بيريو ست حركات لآخرين أي أخص بمعنى أفضل فضل بدن إن لا ديري وحن هدلا هدلا هنا حق شرع ما هو حق أداء إن لا ديري يصدق وكله آخرنا دي لقابي لقام قابنا يا أفر حركة شيخ حوليه مركة يجمع حروف تاسي بحاك المي أما صور ري حروف كم عسل نقص نقص عسلكم ساسي قرأي كتبتك لا قاركود أما إريك لإستعمالي وعين ولفظ عين وفي فواتح أما في فاتحة سورة مريم وشورة هذه ذو وجهين ولبم وجمد صاحبة وفي عين الوجهان والطول فضل ساسو الإمام الشاطبي إن كان حوله والطول أخص بمعنى أفضل وأشهر وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف مده مدا طبيعيا ألف وما سوى الحرف حرف كي وحي كسوها رئ الثلاثي سدح حرف لها يعني وحلق هلا يمتك سدح ذا حرف اي ككوب انت رواق جيسة اري اهان مركي لغا هلا وحي كسوها رئ لا ألف ألف مية ألف انتو ديك مركز سدح حرف معاكير كير لب حرف كير شيء قل لبدا حرف ككوب ناوحو ليه ألف ايد وركي دا فمده ما سواها زمت كيسة مدا مد أيوها زمت كاسو طبيعيا مد طبيعي هي أولف بمعنى علم الوقت وما سوى الحرف وما سوى الحرف الثلاثي سدى حرف لوحي كاسو هاري لا ألف ألف مية بحيالي ألف ألف هدي لها ساكن بكم جرا سان شيخنا دمانت ساسي اسو استثنون ين وما في الف من حرف مد فيمطلع ساسو امام الشاطبي ليه الف هدي لي هذا خلاص الف والف خلاص صاو المد ماشي كما وجرا وحي لو ديرين لها ماشي كما وجرا فمده ما سواها مد كيس اما ديرين تيس مد لا ديري طبيعيا مد كعادي قام اصلي قاها انت اللي جيدا بمقدار حركتين ايا الف بمعنى علم وعهد ساسو ليه تاسي لغا هدل ما هي ما سوى هاسي إساقا شيقي دون مرك وذاك أيضا كاسي أنصو شيقنا متك طبيعي مقدار كيسي لجيدا يا في فواتح السور سورة ذها ففرشدوت أيوة هذه في لفظ حي طاهر قد انحسر قد انحسر وحوك كومي أنا حروف تيسا أي كؤرورتي في لفظ حي طاهر حي طهر حي طهر هذا طاهر ألف تكجر تعدتك لو دري ما هو حي طهر ما هي الألف وسامر ألف سيد هذا محان وما في ألف من حرف مد في يوم طالع لا ألف كان سامر مركة سيد أشياء جرين إنك هي رجاء هداية شيخ وفقر حي طهر سائل لدى وحايا طا هارا انت كل يوم مركة مسين قنيسة متك طبيعي أما متك أصلي وحكا ديرانا وسديد حرف عين أيها مختلفة تنوى شم سديد إيشان تهلو إتوانك حرف نغونا يعني من حيث الجملة ألفا مركا نغونا إيسا قوني أوحي نغونا إيسا مدعان سديد بمدبق أدنين لا في مزيدك أها هو لحد حرف لجيدة لحد حركة لجيدة ولكن مقصورك أها يو طبيعي أيضا ألف سديد ما بقى تبا ألف ومحرك الكل وذاك كاسي عن صوشة أغني أو غير الثلاثية ثلاثية وحكا صوهاري أيضا لا بني في فواتح سورة سورة دافر فرشدة أيوة هذه في لفظ حي طاهر قد انحصر وحكوكم في لفظ حي طاهر بكوكم حي طهر أي لو لجيدا ويجمع الفواتح الأربع عشر سلو سحير من قضاء كذي اشتهر ويجمع حق المية الفواتح فرفراشيالك الأربع عشر أفريتونك
صله سحيرا من قطعك أرجع يا كل مية حروف تاس حلو كل مية أورك الله فدي ويجمع وحا كل مية الفواتحة فرفر سيالك الأربع عشر أفري تمنك صله سحيرا صله شخص حريري أما صل سحيرا أرك قال إن رهيب لكن واحد لو صعد وحروف تاس إن للجمعية صله حرير شخص سحيرا حلقة أرورتي هوري السحر كأنت بدن وما بدنا قف مرتي حلقة إنه كسود الاستقوى على غير طبيعة هذي بالعذاب سافر كحتى إمك سعود ويري على وجه الأرض من قطع كقفك كقوي حلقة سقف سوجيه خير كسوجيه ذو ويري قف عباده كسوجيه ذو ودتك إلهي أماني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحير هم يستغفرون حلقة دتك بدن انتي سبان هردو لغو سوجيه أرداشن وحلقة هردو بالله إلا ما أنت قلن كذا هوري جيفان هذا أرجن ده تغيلا هذا أنك كوبد مركي بغنان وديغ كوبد دواقي كالعرين أيوة وصبك ليه يسوس حني فني آدم كخير وكلها ويقر مرين هو الدنيا حلاش هذا وكلها ويقر مرين الدنيا آخر سيقوا ذا لفظي كان اشتهر وحعام كنا وضي السيدان إلا ده فعن يدب حوي وحجرته قهوب كل الله دواقي نص حكيم له سر قاطع سر حسين كلامه قاطع طرق السمع كالنصيحة بحسو دمو كل مية الحاصل كذا يا مشهورة ذا لفظي كان إن سيدان لو تري حروف تيس أيو اشتهر عن كل نغض من بين أهل الأداء ويجمع وحا أروري الفواتحة فرفر شيالك الأربع عشر أفري تونك أها صله حرير شخصي سحيرا أروري ريدي سحير وتصغير سحرك من قطعك غفك بقوي حلقة سو حلقة وردد لو جعلها انت بضان بني آدم كيس سودول استاغينا هدو وحكاقة بهذا حريري أيو كولي يا شيخ الحاصل مرك حروف تاس لما أنت أريد لو استعمال حروف المقطعة هل كاسكو سو كل مي الخاتمة لحد باب هل كاسان أقول لما تي أريقا سأو دنبي انت وحكا دنبي وخاتمة دي كتاب نسأل الله حسنها. قال الناظم رحمه الله وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي أبياته ندم بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع كل قارئ وكل سامع لا أرك الشيخ حوليه كما قبض ومرايا وتم ذا كانوا لما يسترمي النظم أهتحذا بحمد الله مع حمد الله ما هدي إلهي سوى كلهم والله أن أقوم هذيني نبي الله وشديسي وسيدان الله أقوم هذيني حيا لإلهي ما هدي سوى بالله وذي الحمد لله مصليا على محمد تن محال لها براعة المقطع براعة قدام بيسي ابن مالك مركو بالله وقد وفيت بما قد رمت منتهيا الحمد لله إذ ما رمته كملا ثم الصلاة وتسليم يقارنها على الرسول إلى آخرها الحاصل مرك شيخ وكود درين زينا يا إنه خلف قادر وهو شدم أي وكل جورك يقول يا attention attention وتم ذا كان يقول ما يستري بمعنى كامولا النظم تحذاء بحمد الله ما هذا إبس وكله هنا على تمامه مع تمامه لما يستري كيسة يسقوا أهالي ما هذا إله لو ما هذا نيب بلا تناهي يسقوا ملك دماني يعني الحمد لله يالك سوك إيجي استغفر الله هنا لما يسترن من كل جوانبه وأن الله كم هذينا لما يسترك ولما يستر مقصود كيجي ساسوله وتم ذا كان ولما يستر من النظم بحمد الله إلى مهدي على تمامه أي حليه أي لما شذي سوء لا يعني لما ذي أما كمال هشذي سوء الحمد لله كامل هاي وعلي بلا تناهي استغفر ملك أكين وذلك الحمد لله دائما أما دوما تأن صومرنا ولا معني ثم صلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد ثم انت أكدب مركان أن لكم هذه قبل ولا يا شيخ الصلاة نحريس والسلام ودبادة وسلا صعودة أبدا دائما ولقد الله على ختام الأنبياء نبي الكي أقود بي الله يلا أحمد الله يلا أحمد ثم صلاة محارزي وسلام ودباد أبدا ولقد يا الله
على ختام الأنبياء نبي الكيودن بي أحمد الله يهر وصوبنا عليه الصلاة والسلام حيالي قرآن كأيوكسو أروري أحمد إن لديكرا ومبشرا بالرسول يأتي من بعده اسمه أحمد قرآن كأيوكسو أروري والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع والآل وعلى الآل آل كسوبنا وأهل كيسي وبنو هاشم ابن عبد المطلب بنو المطلب ابن هاشم لبدا ايال لله تنبيه سات تقانان بحا نمك اللي دا عبد المناف أفر ويل أيو دالي لبدا كالحقيقة بحان نوفل نمك اللي يقان ايش عبد الشمس حقيقة داتين المهدي خلفاء الأربع عثمان كمدوا من بني عبد المناف بحان من كاسي المها إدالين حتى غارك من ساسا كوان لو قوني يالي علد هذا كل إناد مراجع يعني في الآية قف كستا كان أرين كل مقام كهذا من باب التنبيه عن سكليه هاي قال كل بذا سال شيء قا كتبتنا أنت بانساسي لها يعني علد هذا نبي عليه الصلاة والسلام أرين تقف ستي في عهد المكي أي أولى بنيسا أثار بنا لشيء ونبي بعده ساد راد هذا والصحب وعلى الصحب قال لك القاضي بالله كتابك قال كبوت تلمامي صحابة بيكجران باني الحد وقال لك القاضي كتابك آخر كيس هاي النظم يطاوع هذا المقام ولم يطاوعه في المقام الأول وكل تابع إنك صار راعي صحابة قالك إيو أصحاب تقود أهم وعلى التابعين ما شاء أن رهن أقل وكل قارئ إنك صعوح أقرية واسم جنس لكن قرآن كي إيه الكيسال ولجدان إنك فرقالاتك إيو أدوني ذب عن تربغش كادس ومقالين وكل سامع إنك صعوح دقيسلا بمعنى سامع القرآن قرآن كان مكسو أررتي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله نزل أحسن الحديث إلى آخر الآية بركة سامعة يقارق لشيء قرآن كريم كأيا لولا جدا ما هي وحكى للوقوف في سر عند أهل الأداء إذا قارئ لهم سامع هذا النظم منك مغلاية سي هذا عجل كالا دوبي عاو وحلق يابا دوري تمن سنة كهر على دوبي شيخ شيخ عبد الحكيم شاعر صوفي وهذا ورالكين ونوغ لنا اي وانا قفكي تقريبا اقوبنا انت انيقا ان معلن كوها ان حفظ سنجري المهان كالاقي سنجري بمعنى اساقاسا كحفظ سنجري مالك الله اشهده ركبا بادو مليارات اما يعني بقلال غفاء هذا بدا مركات شهده ست صوتيات لكن قابكو اقادا يفضل الله يؤتيه ما يشاء شيخ حتى وكل غشا عبد الرشيد صوتي جيسا انا كعجائي بدا انقل بلا وحبكو قوني يالا بينما أول بي لقدوب إلا رواية الشعب مركي سيدو شاقي إن لقدوب ما جعلان ولا إله بانبري مركي دما كمبيوتر كي كجير توقع دما لو توقع حدا نسي بالير خلاص هل كيبان أبا هرمو ده هاي قلو ينجو سيديان أنكاقا فسح قاتي الحاصل تابسا مركي دما لقدوبي بعد مدة هادانا لقدوبي إيو نظمقان هدان لغي سنين انتاس وانين مغري أكلية القرآن الكريم ودراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كباحي هنا تقريبا ما شاهد الشيخ وكنو اللي وقدرية الجنسية سائرتين الحاصل مركو وفضل الله يؤتيه من يشاء كل قارئ هذا النظم والإهكرة حاكل الإهكرة كل سامعه وسامع هذا النظم لو صورتك الشيخ أول كأيوسوب لهايا أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب تاين لو حرنا وادعي كرتا لو ذا معنا ما عندي مانع لو ذا بإن لو حن بارد دي داي إمام مغوت كل إذا تقارن ويبرج إنكسو لكن شيخ الضبع هو علي سامع القرآن وتاليه قرآن كوفق آخرنا آية حتى جماداتك وحيابهم برهن لفتوض إني مركاتك عيان حديث كذا واتقانا إنك الربادية النبي مركو لدردار ميكويري مركز صلاة دوني إن تقدت كر دوق وعد كذا مغلما جيران إلا ما نتقي ما يسوي استاجين شهداء وجيء بالنبيين والشهداء إلا شهدان بانكو مركات كعين خير ما أقول سوى قب جو كأ سيد النبي صلى الله عليه وسلم مر الله مركو حمقل أدبر وله ضراط كذالو أريك سيدين سعد كأود إمالين بس كإلا لنا يا أفكنا ee dhagahanu xirnaa dawadana shaqar uu ka deynay sidii la weeyay dhago dhaxo maqal xasidnimo inta leeg ma arag abiyatuhu nadum badalidin nuha tariqha bushra liman yatqinuha fa akhiru bayt abiyatuhu abiyatu hadha an-nazm nazmigan abiyati sa'am adadu abiyatihi nadun bada wa mada an shayni
ند بدا waxay ku saabsan tahay waxa la yiraahdo al-hisab al-jumal hisabta jumal ka law macna waa loo isticmaala guud ahaan macnaha la isticmaala abjad ama abajad ja'altu abajadin ala kulli qari'in fa shahada english kala isticmaala xurufta tiray loo isticmaala kulli iskuul ee qofka Soomaali xarfa times la leh oo la gelinaya dhaxdooda hisab xarf kale waxa lagu qori meesha lamidka waxa gadaashada lagu qori hisab kale marka xarfkan ayaga isla yaqaana carabigana waxaa la isticmaalaa xuruuftan xurufu abjad abjad huwa zuxudi kalam ereyadaas la isticmaalaa meelo badan loo isticmaala si guud ahaaneed hadda kuma sii mashquuleyn alxaasil saasa u raadin kartaa xisaabul jumal haddaa ku qortid qaybta imageka ama suurada hadda carabi kuu saaray mobilku ay soo bax hamzada halay faa'iideynaysaa khulaasada waxaa loo kala qaadaa aaxaad عشرات مئات ألف كان قدام بي همزة مركي لغا تري غينة قدام بي غين كحو إتا غين كن غين كم حاكوار يا ضاديغ ضع دوا سقال بغول الحاسل هادا كل يوحب ينقا قادة يسا سهل لقا قادة انت ماش كسو عربت كليا انت رنا يا مركو ويف فضود ده ماش سال لغا تهدين كرا ألف كا محان ري أما همزة ده واه نلمبر ون بينما غين كو قدام بي ضاديغ وكن يهي sida loo tarinayana waa la kala goynaya qayb toban ilaa xuutay iyo adeeda toban hal 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 laba saddex saasay isu raacayaan mid walba mid ka dambe faraa'idka oo kale waa taqaanaan markii la akhrinayo dabdu dawi lfuruud min hada rajaz khudu murattaban waqul habaa dabaz oo meel laga day habaa dabaz hada yacni inta ay ahayd alfuruud almuqadara fi kitaabillaahi dadka ku dhaxli lahaa habaa dabaz ayaa lagu kulmiyay alxaasil baasha aanoo la bartay dadka qaarna waxay dhahaan ninka bartay waxyaaba fara badan oo kale inuu sii adeegsadaa laga yaaba laakiin taa aniga hadda amaban baxaya in ba hadda kor ereygaa laga sheegay laakiin erey maqaam kasta u munaasab maaha meelo badan bay kugu anfacaysaa waa meel laga day tira kitaabo badan baad ku arkaysaa ay gadaal ugu qorantay kan keliyada ma abyaatu abyaatu hada nadmi nadun bada nunka waa kontan daalka waa afar ba'da waa laba daalka kale waa afar aliftana waa hal lixdan iyo koobeeday noqonaa saas haddaan kusoo celiyo maxaa nere nuunka waxaad ku qoraysaa khamsiin kalaman hadda tusaalaan nuunka haddaan dhahne xutayiyadeed waa toban labaatan ay u booday kaafkaad ka tirin labaatan laamka soddon miimka afarta nuunka kontan saas uu noqonaya kalaman casharaadkii soconaysaa qarashad ilaa laga gaaro qarashad maxaa ka horeeya saaca faas halka waxay ku istaagaysaa ilaa tiscin qarashad qaafka boqol buu ka diganaya ilaa aada ka gaarsiisa daadiiqa da-da sagaal boqol qeynka kun waa marka saasaa loo taliya uxaada waa maa qabla xudayiyadeeda cushaara waa wixii ayada ka bilowda kalaman ayay yaadaasay ka bilaabanaysaa waxa ka dambeeya ilaa marka mi-aad qarashad qaafkeeday ka bilaabanay daadiiq qeynkana kun ayuu u taagayn saasay noqonaysaa marka xisaabtii kow toban soddon konton alxaasil saasay noo noqonaysaa insha allahu tacaala marka maxaa nihi nadun badaa waa lixdan iyo koosay ku noqotay nuunka waa konton daalka waa afar ba-da waa laba daalka kale waa afar marka konton haddii kan koowaad waa labada daal isku dar sideed konton iyo sideed maxaa soo haray ba-di oo laba ku dar lixdan alifta halla lixdan iyo koobay saasay ku dhammaatay saasuu sheekha ku sheegay lidunuhaa caqliga qofka oo saaxiib ah inaad baratayd waa muhim saasaana laga raadin karaa meesha iyada xuruufuljumal imageka ku dhufa ama hadduu kuu saaran yahay carabi suuradaad ku dhufan xuruuftii oo qoranaysa arrinta xisaabtaas oo bix taariikhuhaa taariikhu hada nadmi waa meesha aan leenay takhmiin ahaan sheekha xilligu uu kitaabka alifay u gebagabay meeshaana laga qaadan bushraa liman yutqinuhaa bushraa waa faraxgelin liman cid ayay faraxgelin u tahay yutqinuhaa taariikhdaasi suganaya oo ah qof nadmigan ihtimaam siinaya danaynaya alxaasil marka imasa cadadka laga faa'idaya bushraa liman yutqinuhaa waxaa laga faa'iday kun boqol sagaashan iyo sideed sidaa hadda sheegayna lagu waday ba-da imsaan dhahnay waa laba shiinka imsoo noqonayaa qaarashad waa saddex boqol shiinka waa saddex boqol alxaas saasaa lagu wadayaa marka
ilaa laga gaarsiiyo 1900 min baab aljumla hadii lagu sameeyo 1200 oo sheekha geeriyooda hijriga markuu ahaa iyadoo 2 sano ku buuxinay saasay noqonaysaa 244 sano ka hor ayuu sheekha kitaabkan alifay saasaana loo tiranayaa xuruufta ilaa lama yutqanaha alifteeda laga gaarsiiya xisaabta marka min xaythu aljumla saasay noqonay bacda maxaanir waa 2 sheenka waa 300 ra'da waa 200 ya'da waxay noqonaysaa min xaythu aljumla qasri baa laga tiranaya caada laakiin laga akhrin waa 10 aan nirin laamta waa 30 miimka waa 40 nuunka waa 50 ba'da ya'da waa 10 yutqinaha ya'deeda ta'da waa 400 oo kale qaafka waa 100 nuunka waa 50 hada waa 5 ha haba xagga faraa'idku marka la yiraahdo fardu khamsatin min alcadad ninka raxbiisa xubiyey macadka in lagu xubiyaa malaynayaa alifka wuxuu noqonayaa hal saasay noqonaysaa 1198 xaasil bay qorayaan kutubta hata aan sheegnay sharaxda intaa waxay noogu dhammaaday kitaabkeena tuxfa ahay.